أدابك. أعطني ذراعك. هيا أفشين. سيدي أدابك. اصعد بسرعة. اصعد أنت أولا. أتابك. أتعترض على كلامي الآن؟ هيا اذهب. هيا. أيها الرامي، استهدف الحبل فقط، أحتاجهم أحياء. اصمت يا سيدي. أيها الأحمق، أسهم. بقي القليل أتابك. هيا أعطني. هيا يا سيدي. أسرع أتابك، أسرع، بقي القليل. وجود دار الآخرة، حين نلقى وجه ربنا فكل آلامنا ستنتهي.
حسن. جنود بيزنطة يهاجمون القبيلة، اهربوا إلى وراء الحصون. هيا اقتلوا هذا الرجل، اقتلوا على ماكينة. هذا أنت؟ ظننت أنه يمكنك الهروب مني يا ماريا، أو تفضلين أن أناديك مريم؟ ابتعد عني، اتركني وشأني. ليس بعد الآن، حين تركتك آخر مرة غيرت دينك وغيرت اسمك وهربت مع الرجل صاحب الفأس المسمى حسن. لن أتركك هذه المرة، لن تذهبي بدوني إلى أي مكان. أنا لم أحبك يوما أيها المجرم الحقير. الدم الذي يراق الآن بسببك يا ماريا سيسوي جنود قبيلتكم بالأرض، لكن إن أتيت معي فسوف أمنحك أنت وابنتك كل شيء. أقسم لك بذلك. هذا قرارك إذن. هيا ودع ابنتك، سأسميها باسمك وسوف أربيها كبيزنطية حقيقية عدوة للأتراك. ولن تحظى روحك بالطمأنينة أبدا. يا رجال، أحرقوا القبيلة.